بس اخيرا بس بسرعه الفار يستمر ولا يتلغي يا منتصر؟ الفار الفار لو بالشكل ده للاسف لازم يتلغي في مصر ولا في العالم؟ يستمر ولازم يتطور بس يستمر يا كابتن جمال ولازم يتطور، وكل كوره وكل حاجه فيها لغط تيجي مره واثنين وثلاثه وعشره لحد ما كل نادي يحصل على حقه. هو الفار ده معمول عشان تحقيق العداله، بالعكس بيشتغل بالمزاج وبيتعطل بالمزاج وبيتوقف بالمزاج وبيتاخد منه قرارات بالمزاج. شرقاوي لا مشاكل الفار لا ما هو بقى لا لو سمحت يا شرقاوي انا اسف حضرتك بتاخد دور مذيع محترف بقى. لا لازم تقول له مزاج مين انت هتعديها. احنا ما عايزينش حلقات. لا معلش ناخر الوصل دقيقه. مزاج مين يا فندم؟ مزاج حكم الفار الحكم تحليل الفيديو اللي موجود جوه قصه الفار وحسب التيشيرت اللي هو بيتصور بيه على السوشيال ميديا وحسب التيشيرت اللي هو بيطلع يتكلم بيه وحسب التيشيرت اللي هو بيطلع يشجعه على صفحته الشخصيه. صفقه الفار من بدايه التعاقد معاها معيبه يعني الاجنه علينا قاعده في دي كتير، لان خلي بالك هم السنه اللي فاتت عملوا التشكيل الجديد والعقد الجديد باخر نسخه حديثه، ولكن عندنا افضل حكم فار في افريقيا. صحيح. عندك مشكله، ايه اللي ودانا للمستوى ده؟ ان الراجل مين افضل حكم فار في افريقيا يا كابتن محمود عاشور؟ فين هو بقى؟ ما هو ده فين بقى؟ انا جاي لك. فين كابتن محمود عاشور؟ عشان غلطه بعدوا الناس عن المشاركات. فين كابتن محمود عاشور؟ كم واحد ابن حكم بيحكم على الفار؟ وايه السبب؟ يكون موهوب وموهوب كويس ولكن المشاركات قليله، لانه الراجل لما عمل التصنيف دمر التحكيم. شرقاوي بسرعه. شرقاوي لا يا كابتن لا الفار يعني بالشكل دوت ما جابش اللي هو حقه. انت على طول في مشاكل وفي ازمات في السعوديه امر من كده في التحكيم. لا بس احنا عندنا هنا بشكل فجر فعلا المساله بقت فعلا اوفر. لازم وقفه علشان نعرف لا على فكره محمود عاشور هو على الشاشه اول مباراه يديرها بعد الاستعانه فيه في الدوري السعودي. وبعدين انت اقول لك على التعامل ليه والراجل نايم قال لك روح اشتغل في السعوديه. المشكله كابتن جمال يا استاذ عبد الناصر ان انت لو الحكم اللي بيغلط اخطاء كارثيه بالشكل ده هتقع على الشاشه بتحس ان هو تعاقب او هو بيحس ان هو او عارف ان هو هيتعاقب عقاب شديد. ما كانش الاخطاء دي اتكررت. طيب. ولكن الاخطاء بتستمر ومستمره ومتواليه ومفيش اي ما شفناش اي تصحيح للاخطاء ومفيش شفناش اي عقوبات صارمه على اي حكم. تمام شكرا. هو ده الوحيد اللي اتعاقب بس. هو وكابتن وليد عبد الرازق يعني محمود عاشور ووليد عبد الرازق هم دول الاثنين اللي اتعاقبوا. اخيرا ايهاب اخيرا انا شايف ان الفار يستمر مفيش حاجه بدون اخطاء. كل حاجه في الدنيا بتحصل فيها يعني اخطاء. احنا العنصر البشري اللي موجود هو معرض للخطا زي ما في الحكم معرض للخطا واللاعب معرض للخطا. هل الفار نتائجه مقبوله ولا مش مقبوله؟ انا شايفها مقبوله بنسبه 80 او 85% من الوارد. ممكن يبقى كابتن جمال عبد الحميد جون كابتن حسن شحاته اللي جه ده لو الفار موجود ما كانش يحسبوه برضه. لا يا جدع انت ما يحسبوش. انا بقول لك ما كانش يحسبوه. خلاص هو النهارده الذكرى بتاعتك يا كابتن. الفكره انا ما بملش تملي. انا ما بملش تملي. لازم اطلع فاصل. طيب انا ما بملش نظريه المؤامره. لو في خطا هو خطا غير مقصود.